لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولقد جاءتنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يرثها إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا بد من الموت أحباب الكرام أوحى جبريل عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه لا بد من الموت والموت أحبابي الكرام الموت ينقلنا من عين اليقين إلى حق اليقين الموت ينقلنا من أفكار منطقية سمعناها إلى مشاهدات حقيقية نراها فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فالموت أحبابي الكرام ينقلنا من علم اليقين إلى حق اليقين لا بد من الموت تعالوا أحبابي هذه الفقيدة انتقلت من دار البقاء إلى دار الجزاء من دار البقاء إلى دار الفناء انتقلت من دار العمل وهي الدنيا إلى دار الجزاء وهي الآخرة والقبر أحبابي الكرام هو روضة من رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو حفرة من حفر النار يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه ما أكثر الإنسان من ذكر القبر إلا وجده روضة من رياض الجنة كلما اكثر الإنسان أحبابي الكرام من ذكر القبر والتأمل في القبر والنظر في القبر إلا ووجده روضة من رياض الجنة السيد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها وأغسلها بماء وثلج وبرد ونقها من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله يا رب حفرة من حفر النار اللهم وسع عليها قبرها مد بصرها واعطها كتابها بيمينها وحاسبها حسابا يسيرا اللهم إنها الآن تسأل فثبت عند المسألة منطقها اللهم ثبتها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم ثبتها بالقول الثابت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم يا أرحم الراحمين أكرم ضيافتها اللهم إنها ضيفة عندك فأكرم ضيافتها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اشرحوا لي قرب الآية أمين أمين. Yeah.